حياتنا مليئة بالتفاصيل الجميلة، لذلك لابد من توثيق كل اللحظات التي نعيشها. فكل يوم هو فرصة لنوثق الجمال من حولنا، أن نوثق قصصنا الخاصة، أن نوثق رحلتنا المستمرة التي نعيشها مستمتعين ومؤمنين بما نشعر به. بداية من براءة طفولتنا السابقة إلى الأمكنة التي نظل مرتبطين بها، نعود إليها بنفس الشغف، محافظين على نفس المشاعر، لنتذكر ما صنعناه رفقة من نحبها. وفي رحلتنا نتشارك لحظات الإنجاز التي نفخر بها، فنقف في الأمكنة التي نحبها، نتأمل قوة تراثنا وحضارتنا الغنية. فكل اللحظات من حولنا تشكل مشاعرنا، سعادتنا وحبنا الدائم. اعتني القمة وتأمل صخب المدينة، استنشق عبقها. من تحب، من يكون وفيا لك، ومن يكون بصحبتك، كل هذه اللحظات الجميلة تتطلب هاتفا تثق في أنه سيوثق كل لحظات الحب من حولك، لأنها ببساطة ستبقى في قلبك وذاكرتك إلى الأبد. اختر هاتفا يحفظ اللحظة بتفاصيلها وأبعادها الحقيقية، فهذه رحلتك التي لا يجب أن تنسى. انقلها إلى الجيل الذي يليك، أطلق حريتك واستمتع بها، أشعر بها. اجعل من هاتفك رفيق دربك الذي يشاركك كل لحظات. دعونا نستكشف، نستمتع، نبدع معا، وإلى الأبد. فلنخلق لنا عالما مليئا بالحب، عالما خاصا بك. يلا إنفينيكس.